شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية. وبدأت فعالية الاحتفال بعزم السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال. عقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات العسكرية التحية العسكرية للرئيس السيسي. وبدأ حفل التخرج لدفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 بمراسم وضع وسام الجمهورية العسكري على علم القوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.